شفتي عفريت؟ لا، شفت بني آدم لحم ودم. مأمونة خلصيني. عايز تدفن فين يا صالون؟ عشان اللي اتعمل فيكي ما يسامحش في غير الملك أو الغولة. في سؤال لو اتسأل مش لمصلحتك إنه يتجاوب عليه. أنا عارفة إن أنت قلتيني ما اتصلتش على الرقم ده اللي هو أنا بموت. أنا آدم. هو من طلع آدم من الجنة غير الوسواس؟ مش على روحه، على اتفاقنا. مشتاكل معدك ليا من الأول عشان ما مشيش؟ 60 70 سنة تاكل في مال حرام وتتوب آخر سنتين. طباخ السن بيدوقوا. حقي مأمونة لازم يرجع. أعيشك أسود أيام حياتي. عشان اللي مقابلك في جهنم ما عندكش. يعني إحنا حقوقنا كلنا في إيدك أنت. لازم عذابها يبقى شديد. حابة تموت إزاي؟ هي أنت يا إبليس. دجنك دي؟ إحنا اللي مربينها لك. أنا بكفر عن كل اللي فات عشان خاطر دوري الجاي. لسه ما عنش الأوان يا عمر. ولا أنت عايزة معجزة يا عمر؟ ولا حتى معجزة. لسه مش جاهزة؟ محدش بيرجع من الموت. وكل ما نفترق في رمضان على الفضائية المصرية.